النهارده كمان على صالة الأمير عبد الله الفيصل عندنا مباراة كبيرة جدا هتجمع القطبين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطايرة سيدات، وده بعد طبعا ما تأهلت سيدات النادي الأهلي لنهائي البطولة بعد الفوز على الأنابيب الكيني امبارح يوم الجمعة في نص النهائي، وحسمت سيدات النادي الأهلي المباراة لصالحهم بنتيجة 3-1. كان فريق الطايرة لنادي الزمالك كمان تأهل للنهائي بعد ما فاز في نص النهائي بنتيجة 3-1 على البنك التجاري الكيني. اكيد كل التوفيق بنتمناه النهارده للقطبين المصريين النادي الاهلي ونادي الزمالك، وزي ما شفنا كان ظهور مميز جدا مميز جدا جدا، وحضور اكيد مشرف جدا بالنسبه للجماهير على مدار البطوله كلها. فهنشوف النهارده ان شاء الله النهائي وختام مميز بيليق بالتنظيم المصري لبطوله كاس افريقيا واللي اقيمت على صاله الامير عبد الله الفيصل. Thank you.